دايرين لاباس عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، والفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال. مرحبا بكم في قناه شهيوة الدليلة للطبخ. اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفه غزاله وسهله وبمقادير مضبوطه والنتيجه ناجحه 100%. هو العسل اللي استعملته مع الشباكيه. بزاف ديال الاخوات طلبوا مني انني ننزل لهم الفيديو، وانا طبعا ما غاديش نتاخر عليهم. ها هو درته، سهل مهل، نتمنى البنات يعجبكم. شوفوا معايا البنات، العسل باش كنعرفوه ناجح كنهزوا العسل بحال هكا، ما كيتقطعش لينا، كيبقى نازل خيط واحد كما كتشوفوا معايا. المقادير ديالو سهله بزاف، موجوده في كل بيت، ما فيهش بزاف لا زعتر لا زعفران شعره لا حتى شي حاجه. وحتى طريقه الاستعمال ديالو ملي كنبغيو نستعملوه ما كاين لا سخنيه لا والو، يعني غادي تحتفظي به في واحد الاناء او واحد زجاجه محكمه، يعني تكون عندها ان جوان لي سادة مزيان، وديريه دون اون ايطاجير وتخليه. وقت ما غادي تحتاجيه غادي تلقايه هو ما كيحتاج لا تسخان لا حتى شي حاجه. واهم حاجه من هذا الشيء كله هو اننا نصايبوا الحاجه في البيوت ديالنا ونعرفوا اشنو كناكلو. ما غاداش نطول عليكم بزاف، غادي ندوزو مباشره لتطبيق العسل ديالنا مع بعضنا. غادي نحتاجو باش نوجدو العسل ديالنا طبعا 2 كيلو ديال السكر. اليوم انا غادي نستعمل كيلو سنيده وكيلو طوب كما كتشوفوا معايا. غنحتاجو كاس ديال عصير البرتقال، نص كاس ديال عصير الليمون، ونص كاس ديال الماء الزهر. وطبعا احتفظنا بالقشور ديال البرتقال والحامض، غادي نطيبوهم وهما باش غادي نعرفوا العسل ديالنا واش طاب ولا لا. وغادي نحتاجو لتر ديال الماء كما كتشوفوا معايا، خديت هذا لو فيغ هذا فيه العبار، غادي نعبر به. غادي ندير البرتقال ديالي هو الاول، غندير معاه نص كاس ديال الحامض، هاد نص كاس ديال الماء الزهر غادي نخليوه على جنب لان غادي نستعملوه في الاخر ماشي دابا. دابا غادي نكمل عليه حتى نوصلوا لتر ديال الماء. حنا دابا وصلنا شحال باش نقول لكم المقادير تكون عندكم مضبوطه. هنا عندنا 250 مليلتر، وغادي نكملوا الباقي بالماء عادي كما كتشوفوا معايا. انا كملت عليه بالماء، دابا ولا عندنا لتر. ندوزو ناخذ واحد الطنجره وغادي نحطو فيها السكر. تقدروا تستعملوا يا السكر هكا طوب يا السكر بودره. انا الصراحه ما كانش متواجد عندي كلشي سنيده، الو غادي نستعمل هكا. البنات هاد العسل ما غادي تحتاجوا ديروا معاه لا زعتر لا زعفران شعره لا والو، وما تيحشمش، رائع بزاف لواحد الدرجه ما كتصورش. راه هو اللي كنت عسلت به الشباكيه في الفيديو السابق، وعدتكم انني غادي نحطو لكم. انا غادي نعاودو معكم من جده وجديد المعسلات اخرى ان شاء الله في رمضان. غادي نديرو عليه هذاك الماء مع الحامض والبرتقال اللي عصرناهم، وغادي ناخذ شي معلقه خشبيه كما كتشوفوا ونحركوا بها بهذه الطريقه هذه. غادي ناخذ القشور ديال البرتقال اللي عندنا والليمون ونحطوهم بهذه الطريقه هذه، وغادي نشعلوا عليه نار اللي هي متوسطة. انا غنديرو على 7، كل وحدة طبعا على حسب الغاز اللي عندها او البلاط اللي عندها او البوطة اللي خدامة بها، كل وحدة يعني على حسب النار اللي كتستعملها. غادي نخليوه دابا على نار هادية ما يقارب واحد ساعتين حتى يولي لينا هاد البرتقال وهاد الليمون هذا كاراميليزي حنا مع بعضياتنا. وغادي نرجعو هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديرو على مرحلتين لانه خاصو يبات ليله كامله باش تشوفوا النتيجه ديالو، لانه بصح البنات عسل اقتصادي وسهل
وما كيحشمش، وان شاء الله ملي غادي تجربوه غادي تشوف. كما كتشوفوا معايا داز ساعتين على العسل ديالنا، ها هو كيجينا بهذه الطريقه هذه باش كنعرفوا طاب هاد القشور ديال البرتقال والقشور ديال الحامض او الليمون اللي درنا معاهم كيوليو لينا كاراميليزي بهذه لافاسون هذه. وباش نزيدو نتاكدوا ان العسل ديالنا طاب كنهزوه بحال هكا بشي معلقه بحال هكا، ما كيتقطعش كيبقى نازل من غير ما كيتقطع لينا فوالا. وكاين عاوتاني اون اوتر استوس، هو داك نص كاس ديال الزهر اللي خدينا في الاول غادي نخويوه على العسل ديالنا. الا ما كشكش لينا العسل وما دارش واحد التفاعل عرفوا بان العسل ديالنا سي بون طاب لينا. ودابا غادي نخليوه ليله كامله ان شاء الله، وغادي نوريكم النتيجه النهائيه ديالو غدا ان شاء الله من يدوز ليله كلها مرتاح. وهاد العسل البنات راه سهل، طريقه سهله، اي وحده تقدر دير هاد الطريقه وتنجح معاها، غير تضبط ليه الوقت ديال الطياب ديالو. كما قلت لكم كل وحده على حسب الغاز اللي كطيب عليه، وطريقه سهله، مقادير سهله، ما فيهاش بزاف ديال التعقيدات، ما كاين لا زعتر لا زعفران لا حتى شي حاجه. وزياده على هذا الشيء ملي كديريه في المعسلات ديالنا ما كيتحجرش وكيبقى. وانتم ان شاء الله غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي يصبح لينا، مازال غادي يعقى هذا البنات، هذا ماشي هو القوام النهائي ديالو، مازال غادي يختر. انتم شوفوا باقي ما اخترش وشوفوا كيفاش كيهبط من غير ما يتقطع ما شي حاجه، نازل خيط واحد. المهم البنات ما غاديش نطول عليكم، انا حبيتكم تجربوا وتحطوه ديروه في شي بواط وتخليوها عندكم جميع الاستعمالات ديالكم. اي حاجه درتوها في هذا شهر رمضان هذا وبغيتو تعسلوها بريوات شباكيه بوشنيخه اي حاجه تستعملوا هذا العسل هذا، ما غاديش يحشمكم لان حتى اللذه ديالو هاد نص كويس ديال المزهر اللي زدنا في الاخر تيعطيه واحد اللذه رائعه البنات. المهم غادي نخليوه يرتاح لينا ليله كامله وندوزو مع بعضياتنا ان شاء الله غدا باش نكملوا الفيديو ونوريكم الشكل النهائي ديالو. وان شاء الله في هذا الشهر رمضان الكريم مازال غادي نديروا بعض المعسلات وغادي نعسلوه بها، ها هو، وغادي تشوفوا كيفاش كيعسل لينا المعسلات ديالنا من غير ما كيتحجر لينا، من غير ما كيتغير ليه لا القوام ديالو لا حتى شي حاجه، كيبقى في القرعه محطوط متصان، ما عندي حتى شي مشكل مع هذا العسل هذا. انا من نهار استعملت هذه الطريقه واستعملتها ونجحت ليا وليت هو اللي معتمداه، ما كانش لي حتى شي عسل من المتاجر، اي حاجه محتاجاها في داري كنستعمل ليها هذا العسل هذا وعمره ما حشمني صراحه. اللذه وحتى الطريقه سهله بزاف وبمقادير اللي موجوده في كل بيت وماشي غاليه. وها هو العسل ديالنا من بعد ما دازت عليه ليله كامله كما كتشوفوا معايا، قلت لكم غادي نحيدو من هذيك الطنجره لان اللون ديالو كان كيبان شويه كحل لان هي طبعا كحله. شوفوا ها هو اللون ديالو وحتى القوام ديالو رائع البنات، كيجي غزال مع جميع المعسلات. حيدنا هذوك القشور ديال البرتقال وديال الحامض اللي درنا معاهم، درناهم في واحد الاناء طبعا لانهم تيكونوا مشربين بالعسل حتى هو نستافدوا به. غادي نخليوهم يتقطروا مزيان ومن بعد هذاك العسل ملي يتقطر نضيفوا العسل ديالنا. شوفوا البنات كي كيكون، عرفتي حتى هادو راه تقدروا تاكلوهم البنات لانهم كاراميليزي، يعني نقدروا نستعملوهم عده استعمالات ماشي نرميوهم. المهم هذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم، فيديو خفيف ظريف، وصفه سهله بمقادير سهله وخصوصا مضبوطه. الا تبعتوا الفيديو حتى الاخر ودرتوا نفس المقادير اللي انا استعملتهم غادي تحصلوا على عسل هكا بحال هذا، شهوه منه ونفس القوام نفس اللون، ما كيحتاج لا يتسخن لا والو، اوتوماتيكمون غادي توجدي المعسله ديالك وغادي تطفيها فيه، ما كيتحجر ما حتى شي حاجه. عن تجربه البنات نتمنى الفيديو ديالي ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم ويرقكم، والى عجبكم طبعا ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناه بالنسبه للناس اللي ما مشتركينش، لانني في لي زاناليتيك ديال لاشين كنشوف بان بزاف الناس كيدخلوا يتفرجوا
وهما مام ابونينش، فما فيها باس الى تابونيتو باش تكبروا معايا القناه. ومن هذا المنبر كنشكركم مسبقا طبعا فضلا وليس امرا. ايوا والناس اللي مابونين تنشكركم دائما، ورمضان مبارك سعيد للجميع، والى فيديو قادم ان شاء الله.